الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله من رب تام الصلاة القائمة محمد الوسيل وهو ذي البعث المقام الحمد لله أتى أنك لا تخفي معاد رضينا بالإسلام دينا محمد رسول الله. يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما وعد الله الذين كفروا بطيان وكان الله قويا عزيزا أنزل الذين الله من الكتاب وكان الله على كل شيء قدير. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها أن أمتعكم وزينتكم فرحا جميلا وإن كنتم
آخرة من الله ورسوله والدار الآخر تبع الله عدل سنات كن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكم بفاحشة مبينة فلولا العذاب الأليم، وكان ذلك على الله يسيرا. نساء النبي لستنك أحد من النساء إذن ولا تخافن القول يطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا مروا وقلن في بيوتك ولا تبرجن تبريج الجاهل ولا وقمن الصلاة وآت الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات فروجهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ومن أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول الذين أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليه اتقوا الله وتخفي في نفسك ما الله يبدي وتخشى الناس والله قائم تخشاه. لما قضى زيد يكون المؤمنين حرجا في أزواج كان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله الذين خلوا من قبل وكان أمر الله مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله والله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم ظلمات إلى النور كان بالمؤمنين رحيما. يوم يلقونه سلام فأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين وجعل أذنانهم يتقون وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها وفيكم يتهن وشرهن شرحا شرحا جميلا. يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك التي تهجرهن وما ملكت يمينك مما عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالاتك يا ابن الله
وشين رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم طعام غير ناظرين وكالنداء ادخلوا فإذا انتشر ولا يستحسن الحديث أما ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حبيب لكم من وقال لقلوبكم وقلوبهن ما كان لكم وقيلوا صلى الله عليه وسلم وزوج من بعده من ذلك ذلكم كان الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. أعلن علي النبي ولا أبناءهن ولا أخوانهن ولا أبناء أخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا ملكت أيمانهن واتقن الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤتون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهينا. وقد احتملوا نبينا يا أيها النبي قل لزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إن عليهم من جلابيبهن ذلك أدنى من لا يؤذين كان الله غفورا رحيما. ولئن لم ينتهوا من المنافقين بقلوبهم مرضا والمنجمين والمدينة لنؤمنك بهم الملائكة الناس السعادة يقول إنما علما عند الله وما يدريك لعل السعادة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. قال في أبي أبدا لا يكون علي ولا نصيرا. ثم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرنا فضلوا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من عذاب ومن كبيرا. لا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين أوذوا موسى ولما قالوا فكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أرضنا للأمانة على السماوات والأرض والجبال ما أحب نحملها وأشفقنا منها سأل أنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات المشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الله غفور رحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سلم صح سقيم واعتدل. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، السماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل لا أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام.